صباح الخير يا فندم، تحت امرك. يا عصام انا مش عاجباني التقرير المكتوبه دي، مش عاجبني الانقلاب المفاجئ في صير قضيه مهمه بالشكل ده. يا فندم انا بعمل كل جهدي. كل جهدك كان لازم يقفل دوسيه قضيه خطيره بالشكل ده بمنتهى السرعه، مش فجاه الاقي ارتباكات وتفرعات هتضيع معالم القضيه من ايدينا. متاهات ما كنتش عامل حسابها يا فندم. الشخصيه الجديده اللي ظهرت غيرت سير القضيه كلها، لازم اتعامل معاها بحرص عشان اكشف اللي وراها. احمد ابو العنين، ايه مالك؟ محيرني يا فندم. احيانا تحس انه انسان مثقف، واحيانا يتهيألك انه اجهل من الجهل. خطر؟ هلام يا فندم. كل الادله اللي في ايدينا ممكن تتحسب في صفه وممكن تتحسب عليه. بس قانونا نقدر نقبض عليه. ده اللي انا عملته يا فندم. هو فين؟ موجود يا فندم، لحظة واحدة. اثبت. احمد ابو العنين يا فندم. انت بريء يا بيه؟ ثلاثة بالله العظيم بريء يا بيه. احمد يا ابو العنين. نعم نعمين يا بيه. احسن لك يا احمد يا ابو العنين ما تضيعش وقتك ووقتنا. والله العظيم انا مظلوم، مظلوم يا بيه، مظلوم. تعرف كويس قانون يدينا الحق في حجزك رهن التحقيق لغاية ما تعترف يا أحمد يا أبو العنين. عارف يا بيه، بس مش أكتر من 24 ساعة. النيابة ممكن تمد فترة الحجز لمصلحة التحقيق. هعارض يا بيه. ممكن تترفض المعارضة. هجدد المعارضة يا بيه. ممكن قاضي المعارضة يأيد إجراء النيابة. طب ليه بس ده كله؟ عشان أنت مزيف، بتنتحل شخصية غير شخصيتك وبتحمل بطاقتين في وقت واحد. حسن النية متوفر يا بيه. إزاي؟ وأنت ممتنع عن الإدلاء بمعلومات تفيد العدالة. ما عنديش معلومات يا بيه. بتتعاون مع شخصيات خطيرة على الأمن وبتساعدهم على الإفلات من العقاب. ما تقدرش تثبت عليا كده. وأنت ما تقدرش تثبت عكس كده. ما هو المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته يا بيه. هتعترف يعني هتعترف. المادة 126 من قانون العقوبات بتحرم استخدام العنف مع المتهم يا بيه. أنت جنسك إيه؟ أنا أحمد أبو العنين. واسمك الحركي إيه؟ والله ما ليه اسم حركة بيه. ونمرتك السرية كام؟ هو أنا ليه نمرة علنية ما يبقى لي نمرة سرية؟ مكتوبة في الكارنيه بتاعك. كذب، كذب والله العظيم يا بيه كذب. تقدر تثبت إنه كذب؟ لا يتخرب بيتي يا بيه. شوف يا أحمد، أنا طولت بالي عليك، مستعد أطول بالي أكتر، بس بشرط. أشرط يا بيه. تقول كل حاجة علشان أقدر أساعدك. طب احلف. والله لو ساعدتني لساعدك. ورحمة أمواتك. الله الله الله، إيه ده؟ قلت لك هساعدك. طب اتفضل فندم، اتفضل سيادتك. مكتبك. تراب كتير خالص، اتفضل فندم، اتفضل. طب استريح. صلي على النبي. حضرتك متجوز؟ طبعًا. كام؟ نعم؟ بلاش من غير ساعة أرجوك. خليني أعرف أساعدك. أمال؟ واحدة طبعًا. طبعا بتحبها. وبعدين؟ خلاص بلاش من بلاش، هنقول انك بتحبها لانها شريكة عمرك وام اولادك وفي بينك عشرة وكل الكلام ده. لو الظروف، خد بال سيادتك معايا قوي من النقطة دي، لو الظروف اضطرتك في يوم انك لازم تكذب عليها. ايه؟ كدبة بيضة يعني، ما فيهاش ضرر ولا حاجة. مش تكذب عليها برضو؟ والله يعني. ايوه اهو اقول لك يعني. الراجل قال يعني، اكتب دي، اكتبها ايدها عندك. قال يعني، يعني 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 يعني، قال لك يعني الراجل. طب ما انا احيانا بيحصل لي كده وبضطر اريح خطيبتي بكذبه صغيره. لا اصلهم ساعات بيغيظوا الواحد، يفضلوا يلحقوه باسئله بايخه وما بقاش عارف يفلت منهم ازاي. لكن النهار سهرت شويه في النادي من نفسي، فضلت تزن عليا. كنت مع مين؟ مين الستات اللي كانوا هناك؟ قلت لها بصراحة أنا كنت في مهمة خارج البلد وخلصت. أنا مراتي بقى عقلها كبير، عشان كده كدبت عليها كدبة بيضة صحيح. لكن كبيرة وده اسمه كلام؟ تودي نفسك في داهية علشان واحدة؟ أصلها مش واحدة يا بيه، دي كاميليا. هي اسمها كاميليا؟
وهي كل حاجة في حياتي. بس في عيب واحد. في مراتك؟ لا، في أنا. إيه هو؟ قول لنا. أنا اسمي أحمد، أحمد أبو العينين الزايغة. ده اسم الثلاثي يا بيه. آه، وهي عارفة كده؟ أنا ما قلتلهاش، لكن الحاسة السادسة اللي عندها كبيرة شوية. ده الورق هو اللي بيقول. بيقول ايه؟ الورق مخلوق بس اللي خلفه نجمه مكشوف. اه بص يا شابه، بص ايه يا دي كسوف. هي حصلت كسوف زي ما تكون جمعيه نسوان وفستهم راجل سهتان والقعده منصوبه في حمام. وكمان في حمام يا سي احمد. بقولك الورق مخلوق ولا يمكن الحمام موصوف. ما في البيت حمامين، واحد بلدي والتاني فرنجي. يا اختي ده احنا ولايه والرجاله خفافيش، واللي تمشي وراهم ما تسلمش من الخرابيش. انا بقى احمى من ضعفني مفيش. طيب يا سي احمد خدي ده تاني يا سي كاميليا. يا حاجه شوقيه انا بشتري راحتي بالفلوس، خدي. طب الفنجال ده بقى هيفرق ايه عن الفنجال اللي قبله؟ زياده تاكيد. اسم الله عليك يا اختي. انت بقى ما تحطيش في مخك حاجه، انت داري الفنجال ده وانا هربط المسائل مع بعض. ايري يا حاجه ايري. قلبها الاولاني. لا قولي لي بالظبط، انا عايزاكي تهتمي بالتفاصيل الرفيعه، هي دي اللي بتفرق. يعني هكدب يا استي كاميليا؟ قولي يا حاجه. جدع حلوه وقف في سكتك، معسول اللسان كتير الاحسان، بس زي اللي يكون غاوي نسوان كده تمام، زي الزبق في ايدي ومش قادر عليه، معجون بميه عفاريت. أه. بس دمه خفيف، ساعه تموتي فيه وساعه تبقى عايزه تولعيه. خلي بالك منه ما تتدحرجيش، دي سكته كلها خفافيش. هو ده انذار واحد وفنجلين وفي يوم واحد يبقى انا احساسي سليم. خدي. ايه ده؟ ما ينفعش يا ضناي. حساب استكمالي، حساب استكمالي، حساب استكمالي، حساب استكمالي، حساب استكمالي. مكسور عليك من الجمعه اللي فاتت ثلاث مرات مندل واتنين كوتشينه وفنجال، يبقى حسابك 7 جنيه و850 قرش. معلش كفايه دول النهارده. ما ينفعش يا حبيبتي، وعليك ثلاث جلسات ارواح والجايه تبقى الخمسه. امتى يا حاجه؟ ده ما فيش ولا روح طلعت. مش ذنبي يا دلعادي، دي الواحده مننا بتقف على طابور الجمعيه عشان تطلع فرخه واحده من غير روح بالشيء الفلاني. معلش كفايه دول النهارده، المره الجايه كده. ايوه اوكي، فوتك بعافيه. سلام. سلام يا حبيبتي. الله يسلمك يا ستي. باي باي يا ستي. حاجة شوقية. نعم. اوعي تنسي ميعادنا بكرة. عينيا. استنى عليا. أحمد. أحمد. قوم بقى يا أحمد. قوم بقى يا احمد عشان تطلعني. هي الساعة كام دلوقت؟ الساعة 10، يعني المأذين كلها فاتحة. أنا قلت حاجة وأنا نايم؟ لا، الليلة دي ما قلتش حاجة. أنت حلمتي بحاجة وأنت نايمة؟ لا، أنا ما حلمتش بحاجة. يعني القرار ده مبني على أثر رجعي. أثر؟ أثر؟ بقول إيه؟ ما توديني لندن وأنا هوسلك الإنجليز زي توت عنخ آمون. يا سلام، مش كفاية هوسني أنا؟ ما أنا أصلي واد هوساجي ومجرم وبحبك موت. وفر على نفسك التمثيلية دي، لأني مصممة على طلباتي الشرعية. أنت ناسي إن الطلاق من حقنا شرعاً؟ خلاص إدهولي. تعالي يا أخي أحمد، طلباتك الشرعية بموت فيك، بحبك، بحبك يا نكد، بحبك يا روحي. ايه هو اللي يلا؟ انا بكلمك على الطلاق. هو انت دايما طلباتك المهببه.
انا ما بهزرش. وانا كمان ما بهزرش، انا بتكلم جد بصراحة بقى يا كاميليا، انت طلباتك بقت فوق احتمالي. نعم احمد تعالى هنا. تقدر تقولي بقى ايه اللي طلبته منك فوق احتمالك؟ صبرني يا رب صبرني، مفيش داعي نفتح الموضوع ده، انا متحمل وصابر وساكت لكن ده كتير، كل حاجة وليها حدود يا كاميليا. بس انا مش فاكرة بقى اني دايتك بأي طلبات. يا سلام، ده انت من ثانية واحدة بس زنقتيني بطلب محدش في الدنيا يقدر يطلبه غيرك، ومع ذلك قلت لنفسي يا واد اذا كانتش دي مراتك حبيبتك هي اللي تطلب منك حاجه زي دي، امال مين اللي يطلبها؟ يا سلام، طلبت ايه يعني؟ المستحيل. اسخب، انت مش لسه طالبه مني الانتحار؟ انا يا روحي افهميني بس يا روحي، انت مش لسه حالا طالبه مني الطلاق؟ الطلاق بالنسبه لي يعني انتحار. لا يا شيخ. كاميليا، انت مش عارفه ان الموت اهون عليا من بعدك يا حبيبتي؟ بس انا مش عارفه الجحيم ده على طول. هو في احلى من الجحيم ده يا روحي؟ ده نار مش عليله. لا ابعد ابعد عني لما اقنعك. انا مش عايز اقتنع. بس انا لازم اقتنع. حاضر تعالي وانا اقنعك. على فين؟ تعالي جوه بس. لا تعالي دقيقه واحده. لا اقعد على الكرسي ده هوت وناقشني. واناقشك ازاي من بعيد؟ بقول ناقشني. بقول ايه؟ ما تيجي نخليها بالغين احسن. ها اسمع، انا مصممه على طلاق يعني مصممه. ليه بس يا روحي ليه؟ انت عارف، انت عارف. لن عارف. عارف طبعا عشان شكوكك واوهامك. كل حاجه بتخوفني منك، ماضيك، كلامك وانت نايم، كل حاجه فيك بتشبهك. ما عندكيش دليل واحد. يا سلام، والمندل والفنجان والكوتشينه والفلك. عنيده، ما انا عارفك من مواليد برج الثور. احمد بجد انا زعلانه منك. تعالي 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 احمد، ابعد عني، ابعد خالص. بص بحبك زي ما بتقول ورده الجزائريه، كل كلمه حب على الحب كانت، على الصبر كانت، على الجرح كانت، على الكذب كانت، كانت عشانك استاذ احمد. كلفتني الحكايه دي طقم نوم ملوش لازمه من شارع الشوارب. وبعدين اقنعتها؟ لا انا مقنع جدا ما دام مفيش في ايدها دليل. انما ايه؟ انما لما يكون في بقى زي ما بتقولوا شاهد عيان. نعم. عيان. عيان. ويكون العيان ده هو كاميليا نفسها. بتسموه ايه عندكم؟ كبسه. احب النبي يا خاين يا غشاش يا دون، اوعى توريني وشك بعد كده. دي خالتي يا كاميليا. كاميليا تعالى هنا، رايح فين؟ تجيب بوسه. كاميليا انا هفهمك، اديني فرصه نتناقش هشرح لك. دي خالتي وصلت دلوقتي من البلد، بسلم عليها. كاميليا كاميليا. طب نتناقش. وهتاخدي صورته ليه؟ انا هاخد البرواز مش الصوره. يا كاميليا يا حبيبتي حاولي تهدي كده وتظبطي اعصابك. ده انا ظبطت هو مش اعصابي. طيب مش لما تشوفي تبريره ايه للموقف؟ يا لهوي، عايزه نستنى لما اشوف تبريره كمان. عبيطه بنت دي ولا ايه؟ الخاين اشوفه بعينيا. طيب يا احمد استنى. طب مش يمكن؟ يمكن ايه؟ دول مش شفايف، دول ده مش شعر حرير طبيعي بيكلفني في الشعر دم قلبي. شمي، ده مش احدث برفان طلعته فرنسا. لا لا تشوف الباقي. اوعي. امال بيتصرف معايا كده ليه؟ مش يمكن زي ما بيقولوا عايز يحقق ذاته. يا سلام، ما يحقق ذاته معايا انا وكفايه. عيبي انا ايه؟ وانا شعرفني. الله، مش هو اللي قدر يكتشفك؟ يا سلام، بيكتشف امريكا جديده يعني. طب ايه رايك كده لو حاولتي تقنعيه؟ لا لا خلاص، ما كنتيش قادره سيبيهولي وانا اقنعه. لا ده مش من حقك ابدا. هقنعهولك كويس. مليون في الميه هو. انا عارفه ده التليفون. طيب ردي. لا ردي انت.
عايزاه. بس اسمع، نعم صديه وخليكي جنبي. ايوه ما تديلوش وش. ايوه ما ردي. ايوه لا مؤاخذة يا حاج، يظهر اني طلبت جنينة الحيوانات. الو انا احمد يا كاميليا. عارفة افندم، اي خدمة. كاميليا روحي، انت مشيتي ليه؟ شوط اللي صاري كان عايز اتفرج عليه. احمد انا عايز اشوفك حالا. قبل ما تحطي السماعة هكون عندك. روحي. بقولك ما تجيش بايدك فاضية. ايد فيها المأذون، ايد فيها كتوب، اخرسي. ايوه وايد فيها اتنين شهود. ايوه من غيرهم ما تحاولش تعتر البيت، فاهم؟ فاهم. في ستات كده ما تحبش الراجل يخش البيت بايده فاضية.
هذا لا تخافي لا تخافي يا عذراء الربيع يا حمادة فكاني هريتوني في الفيلم انا عملت ده في فيلم اسمه خرم في البرميل كنت عامل دور البرميل هيا هيا في ثواني هتكوني بره في ثواني هيا معلش يا مالك الحزين احمد احمد حبيبي اطلع يا احمد اطلع مش اطلع. مهم تطلعيني مهم انت. بس انت كده تموت يا احمد اموت في صحتك طول عمرك كذاب انا تبت تبت خلاص يا كاميليا انت كذاب تعالي لا يا احمد تعالي جوه البيت الدنيا برد يا احمد في صحتك طلقني يا احمد طلقك في طلقني يا احمد طلقني خشي جوه